راديو نيل. طيب بما انك يا احمد ذكرت في اللينك الاولاني ان انواع الكروت البنكية، كارت الخصم، كارت الائتمان، كروت المرتبات وغيرها، خلينا نعرف المميزات المصرفية لكل كارت من الكروت دي. احنا في الاساس في 36 بنك موجودين في مصر، في قطاع اسمه قطاع الريتيل او قطاع التجزئة المصرفية، ده اللي بيبقى مسؤول عن اصدار انواع الكروت المختلفة. انواع الكروت المختلفة، الكارت الخصم ده بيخصم من حسابي مباشرة، وده كارت المرتبات بسهولة شديدة جدا، وكارت ان انا بسحب منه من حسابي. النوع الثاني من انواع الكروت هو الكارت الائتمان او الكريدت كارد، وده بيبقى عبارة عن رصيد محدد اللي هو عبارة عن الكريدت ليميت او الحد الائتماني نفسه، بيبقى بضمان سواء ضمان تحويل المرتب نفسه او بضمان شهادات وودائع موجودة في البنك، وبالتالي بتبقى مضمنة، يعني مضمن بالشهادات دي او بالودائع دي اصدار الكارت نفسه. ده بالنسبة لكروت الائتمان، وطبعا بيبقى لها حد ائتمان بيبتدي من 1000 جنيه، واوقات بيوصل في بعض انواع الكروت اللي هي شريحة كبار العملاء لمليون ونص الكارت نفسه، الحد الائتماني للكارت نفسه. النوع الثالث اللي هو طبعا وده الاكثر انتشارا لانه بمنتهى السهوله بالرقم القومي بقدر اروح يعني بقى معايا كارت مسبق الدفع او البري بيد كارد، وده بيبقى عباره عن كارت بيتشحن برصيد ما بين مثلا 1000 جنيه او 500 جنيه لحد 30,000 جنيه. وظيفته ايه؟ وظيفته برضو ان هو بيسهل علينا عمليات المشتريات او السحب النقدي. الثلاث انواع من الكروت دول حجمهم في مصر او عدد الكروت المصدره من البنوك 57 مليون كارت. عباره عن ايه؟ عباره عن 5 مليون كارت ائتمان و24 مليون كارت خصم و28 مليون كارت مسبق الدفع، يعني الاجمالي بتاعهم 57 مليون. ليه رقم مهم؟ لان الرقم مهم بيزيد بشكل كبير جدا، وبالتالي في جهود من الدوله لأن الشمول المالي وأن هما يكتر عدد الناس اللي بتتعامل مع البنوك ومع القطاعات الرسمية، وفي نفس الوقت يبقى في كل أنواع الكروت موجودة مع المواطنين علشان تسهيل عمليات الشراء وتسهيل عمليات المدفوعات الإلكترونية بعيدا عن الدفع كاش، وتشجيع الناس أن هي تقدر تتعامل بالكروت بشكل أساسي. العمليتين الأساسيتين اللي بيقوم بيهم أي كارت من الأنواع الثلاثة هو عملية السحب النقدي، السحب الكاش نفسه من ماكينات الصراف الآلي، عدد ماكينات الصراف الآلي أو الـ ATM اللي موجودة في مصر كلها 22,000 ماكينة صراف آلي تابعة للـ 36 بنك، وبالتالي أقدر أعمل عمليات سحب نقدي من حسابي الليمت بتاعها عن طريق ماكينات الصراف الآلي بالكارت نفسه، بيبقى في حدود 20,000 جنيه من حسابي اللي موجود في البنك يوميا. يعني ليمت السحب النقدي بيصل إلى 20,000 جنيه حد أقصى يوميا سحب من حسابي سواء الحساب الجاري أو حساب التوفير باستخدام كارت الخصم أو كارت المرتب نفسه. طبعا العملية الثانية المهمة هي عملية المشتريات البيرتشيسز، ودي عبارة عن أن أنا بقدر أشتري أونلاين أو أشتري من أي تاجر أو محل موجود في أي مكان، بقدر أشتري بمنتهى السهولة باستخدام ثلاث أنواع من الكروت دول. والحاجة المهمة جدا يا ميرا أن الكروت دي بتبقى يعني بتصدر طبعا في فترات ما بين يعني الصلاحية بتاعتها ما بين 3 سنين ل5 سنين على حسب أنواع الكارت نفسه أو حسب البنك المصدر ليه، ولكن هي بتبقى من 3 سنين ل5 سنين. إن كيس إن في أي حاجة حصلت للكارت نفسه أو ضاع أو حصل مشكلة فنية في الكارت نفسه، البيانات بتاعته اتمسحت أو أي حاجة زي كده، بعيد إصدار كارت جديد بمنتهى السهولة. أول إجراء بعمله إن أنا بكلم الكول سنتر بتاع البنك مصدر الكارت نفسه. الكارت ده بيبقى طالع من بنك معين، يعني مثلا لو البنك الاهلي المصري بيبقى الكارت ده صادر من البنك الاهلي المصري، فبكلم الكول سنتر بتاع البنك واقول له على الكيس بتاعتي ان انا مثلا حصل مشكله او اي حاجه، ومنتهى السهوله بيبتدي يعمل لي اعاده اصدار كارت جديد، وده تسهيلا لحركة الكارت القديم. طبعا اوتوماتيكلي بيوقف الكارت القديم وبيعاد اصدار كارت جديد. الاساس ان في كذا عمليه، يعني في مثلا الكارت اتسحب في المكنه، فبيقدم لازم اقدم طلب ان الكارت لو ما طلعش من المكنه عن طريق الفرع نفسه ممكن اسحبه في او يعاد اصدار كارت جديد خلال ده، حتى لو سحب من مكنه اي تي ام او بنك تاني. طبعا يعني هي الفكرة ان انا بكلم الكول سنتر بتاع البنك اللي صاحب الكارت نفسه. ده اهم اجراء في الموضوع كله. الحاجة التانية المهمة ان دايما ما احتفظش بالباسورد او البين كود اللي موجودة بتاعت الكارت مع نفس الكارت في المحفظة بتاعتي، بحيث ان دي من الحاجات التبس المهمة جدا، ان في ناس كتير بتكتب البين كود او الباسورد بتاعت الكارت نفسه
مع في ورقه جنب الكارت في المحفظه. وده مش صح، لان ان كيس ان مثلا المحفظه دي ضاعت او وقعت او اي حاجه حصلت، بيبقى في سهوله ان العمليه نفسها تتم او يعمل اي حد سحب. وبالتالي دايما يعني ممكن اكتب الباسورد بطريقه معينه على الموبايل مثلا، او في مكان تاني غير المكان اللي موجود فيه الكارت نفسه. حاجه الثالثه المهمه، وانا بشتري اونلاين دايما في بيوصلني رساله، ودي لتامين العمليات اللي انا بشتريها اونلاين، بتوصلني رساله اس ام اس او اللي هي حاجه اسمها الاو تي بي او الوان تايم باسورد. الوان تايم باسورد دي عباره عن ان بيوصلني رقم سري متغير لمره واحده، وانا بعمل العمليه على الموبايل اللي متسجل في البنك. ده على اساس يطمن البنك ان صاحب عمليه المشتريات دي او اللي بيشتري السلعه دي اونلاين بيوصلوا على نفس الموبايل اللي متسجل، وبالتالي ان هو نفسه هو اللي بيقوم بالعمليه. ده تامين لكل الكروت، وبالتالي طول الوقت ببقى متاكد ان خدمه الوان تايم باسورد او الاو تي بي اللي هي الرقم السري المتغير شغاله. لازم نطمن ان الخدمه دي شغاله. لو مش شغاله برضو بخلي البنك ان هو يحدثها لي او يشغلها لي او اعمل تحديث بيانات، بحيث ان الخدمه دي بتسهل عليا كمان وبمزيد من layer of security او يعني مستوى تاني من تأمين الكارت نفسه، ان انا اقدر وانا بشتري الخدمات اونلاين او بشتري المنتجات اونلاين بقدر اشتريها بمنتهى السهولة عن طريق الرقم السري المتغير اللي بيوصلني على الموبايل بتاعي. طيب فحالا بما ان انت يا احمد لسه بتتكلم عن المشاكل اللي ممكن تواجه مستخدمي الكروت البنكيه، فحاله ان انا مثلا استخدمت احدى الكروت او احد الكروت البنكيه وعد الفلوس في الاي تي ام وللاسف ما طلعتليش، اتعامل هنا ازاي؟ في الحاله دي انا بكلم برضو الكول سنتر بتاع البنك نفسه. يعني على اساس ان انا بقول له بقى الكيس عباره عن ايه، مثلا ان انا بسحب فلوس وما خرجتش من المكنه، او بسحب فلوس والكارت نفسه ما خرجش. يعني بحكي له تفاصيل العمليه وبديله المكنه دي موجوده في اي فرع او موجوده في اي مكان، اللوكيشن بتاعها وبيبقى فيها رقم، الرقم الخاص بالمكنه نفسها. بدي كل التفاصيل دي للكول سنتر بتاع البنك، وبعد كده هو بيعمل لي طلب، والطلب ده بيتم مراجعته. وطبعا بيحصل العادي ان هو بيحصل جرد للمكنه دي تاني يوم، وبيتشاف ايه الكيس نفسها او التفاصيل بتاعت ان الناس اللي بلغت عندها مشاكل عامله ازاي. وبعد كده من الجرد ده بيرجع الفلوس، لو هترجع في حساب بيرجع في الحساب نفسه اللي مرتبط بالكارت، او على حسب بقى المشكله طبيعتها عامله ازاي. لكن دايما الكلمة المهمة أول إجراء لأي كيس بتحصل إن أنا بكلم الكول سنتر بتاع البنك مصدر البطاقة، دي أهم حاجة.